كتب قصص الأطفال من استوديو يوناي. كان يا مكان، كانت هناك فتاة صغيرة جميلة اسمها سناي، وصبي صغير لطيف يدعى سهاند. كانا طفلان مهذبين جدا، وكانا يلعبان معا كل يوم. كان كل يوم يستيقظان على الموعد، ولم يكونا كسلا أبدا. وفي كل يوم بعد الاستيقاظ يغسلان أيديهما ووجوههما، وبعدها يذهبان للمطبخ لتناول وجبة الإفطار التي تعده والدتهما لهما. بعد تناول وجبة الإفطار بشكل كامل يذهبان للعب مع ألعابهما. هما يحاولان مساعدة بعضهما البعض في صنع المنزل والسيارة بألعابهما. كانا سهند وسناي مستمتعان باللعب حتى جاء الظهر وحان وقت الغداء. نادتهما الأم للغداء. هما كانا جائعان حقا، فقاما بغسل أيديهما وركضا إلى طاولة الطعام. يقوم السهند وسناي دائما بعمل جيد في وجبات طعامهما، لأنه عندما ينتهيان من تناول الطعام لا يتركا أي طعام في أطباقهما. قررا سهند وسناي أن يرسما بعدما شبعا من الطعام، لذلك أحضر الطفلين الصغيرين دفاترهما وأقلامهما الرصاص الملون للرسم اللوحات الجميلات. بعد انتهائهما من الرسم رتبا دفاترهما وأقلامهما وأعادهم إلى مكانها، وذهبا إلى الفناء ليلعبا هناك. سهند وسناي يحبان كرة القدم، فبدأ اللعب مع كرتهما. كان ذلك اليوم يوما مسليا لهم. كانا سناي وسهان متعبا جدا، لأنهما لعبا كثيرا طوال اليوم. لذا في الليل ذهبا لسريرهما وناما في الوقت المحدد. لمشاهدة المزيد من كتب الأطفال اتبع صفحة استوديو يوناي.